حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر ابراهيم بساره فاعطوها اجر فرجعت فقالت اشعرت ان الله كبت الكافر واخدم وليده وقال ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخدمها هاجر